مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الاثنين 26 تموز يوليو؟ الشمس موجودة طبعا ببرج الأسد، لكن القمر اليوم صار موجود ببرج الحوت، والأجواء اليوم صارت أفضل للأبراج المائية، مواليد برج الحوت طبعا، مواليد برج السرطان ومواليد برج العقرب يلي تعذبوا في اليومين الماضيين. كيف بده يكون نهارنا البداية مع برج الحمل؟ مواليد برج الحمل اليوم مع وجود القمر في برج الحوت سوف تهدأ كل الأحوال، سوف تهدأ المعاملات، تهدأ وتيرة الحياة، وبتحسوا حالكم انه نوعا ما انتم بطيئين، او الامور من حولكم بطيئه، الناس من حولكم مش عم تتجاوب معكم، الاجواء من حولكم مش عم تعطيكم حقكم، بتتاخر الامور، المعاملات، بتوقفوا بالصف ساعتين، ما بتلاقوا اللي بدكم اياه، بتوصلوا اخر شيء ما بيجي دوركم، ما بيطلع لكم اللي انتم بتريدوه. طولوا بالكم، هذا الجو مكمل معكم، لازم تتابعوا الابراج الاسبوعيه لتعرفوا كيف بده يكون اسبوعكم من هلا. بنتقل لبرج الثور، اكيد اليوم اريح من الويك اند، عطله الاسبوع اللي قطعت، اليوم في مجال للمساعده، اليوم في مجال لترجعوا تفرحوا، لحتى تضحكوا، لحتى تلاقوا الدعم اللي بدكم اياه، الدعم النفسي، الدعم المعنوي. فمواليد برج الثور نهاركم حلو، الطف من الايام اللي قطعت، وبتقدروا تاخذوا اكثر من فرصه حلوة لكم، تضحكوا فيها وتفرحوا فيها وتتقدموا فيها، وباخر النهار تكونوا مبسوطين. بالنسبه لبرج الجوزاء، الجو يمكن منه حلو مثل ما قطع عنكم عطلة الأسبوع، لكن الجو منه سلبي. حتى لو حسيتوا أنه في شوية تعب، حتى لو حسيتوا أنه مطلوب منكم يكون في نوع من تبادل للخبرات، وخاصة أنتوا يمكن يطلب منكم تعطوا من عندكم أكثر من أنه تاخذوا، هالشي يمكن يضايقكم نتفي، لكن بقلكم أنه تحرز انه تعطوا من اللي عندكم، تكونوا صادقين بنيتكم، لانه بالنتيجه رح تطلعوا انتم الربحانين. ضلكم حذرين مواليد 30 و 31 ايار مايو. ننتقل لبرج السرطان، مواليد برج السرطان، اعتبر هذا اليوم يوم ايجابي، اعتبر هذا اليوم يوم مناسب لمواليد برج السرطان لحتى يكون في عندهم نوع من تفاؤل بحياتهم. يمكن مر عليكم الأسبوع الماضي 3 أيام ما كانوا سهلين، كان في بعض النقاط يلي كان عندكم علامة استفهام عليها، فبعتبر انه اليوم مواليد برج السرطان قادرين يفرحوا، قادرين مش انه يحتفلوا، لكن يقولوا انه ايه على الأقل في مجال لحتى ترجع الأمور شوي تتزبط وترجع تعطيكم حقكم. اليوم نهار جيد لكم، فيكم تفرحوا، هنالك امل، كملوا، ما تتراجعوا، المساله اللي بدكم اياها تزبط فيها تزبط اليوم، عندكم اليوم ومش بس اليوم، بعد في بكره ايضا. الاكثر حظا فيها تكون 21 حزيران يونيو وجميع مواليد شهر حزيران يونيو ايضا. ننتقل لبرج الاسد، اليوم مواليد برج الاسد بتقدروا اليوم مواليد برج الاسد انكم تاخذوا نفس عميق. يمكن ضايقكم شوي عطلة الأسبوع اللي مرقت، يمكن اليوم مواليد برج الأسد قادرين إنه يختموا بعض المسائل يلي عم بيفكروا فيها، عم بيشتغلوا فيها، كان صار لهم فترة عم يشتغلوا عليها، تعبتوا يمكن السبت والأحد، اليوم هو نهار أفضل، نهار بتلاقوا فيه مكافأة لجهودكم، بتلاقوا نوع من تفهم لجهودكم، بتلاقوا إنه في مين يقدر جهودكم، أجواء حلوة بترافقكم اليوم، لكن ضروري تشتغلوا على نقطة تجمع بقية الأشخاص معكم، نقطة أو يمكن تكون مسألة أو قضية عم تحاولوا تحلوها. فمواليد برج الأسد تابعوا بطريقة شوي ذكية، وكونوا جدا حذرين. مواليد 20 و21 آب أغسطس انتبهوا. ننتقل لبرج العذراء، اليوم مواليد برج العذراء اعتبر هذا اليوم من الايام الضعيفه، من اضعف ايام الاسبوع واقلها حظا يمكن، فكونوا جدا حذرين. وفتره يمكن تحملكم معاكسات، خلاف، العلاقة يلي حالتها منا مستقرة قد تتعرض اليوم إلى تقلبات ويمكن إلى تراجع، فكونوا جدا حذرين اليوم. اليوم منه من الأيام يلي بتقدروا تجاسفوا فيها، بالعكس تماما، اليوم هو لازم تقعدوا عقلين، mind your own business. ننتقل لبرج الميزان، الجو ليس ضاغطا، الجو في شغل، الجو في بعض الامور اللي بتطلب منكم تعاون مع الاخرين، كونوا منفتحين مواليد برج الميزان، حاولوا انكم تجمعوا النقاط المشتركه بينكم وبين الاخرين، وبتلاقوا حالكم انه فعلا وصلتوا، لكن نهار طويل، نهار طويل بيحمل الكثير من الواجبات والكثير من المتطلبات. اشتغلوا من كل قلبكم، ركزوا، حاولوا تشتغلوا على اهم شيء عندكم اياه اول شيء، بتتركوا الامور الصعبه او الهينه عفوا للاخر، الامور المعقده اشتغلوا فيها،
بدها وقت اشتغلوا عليها، ركزوا بعدين اتركوا الامور السهله لبعدين. 22 اكتوبر فيكون الاكثر حظا. بنتقل لبرج العقرب، موالي برج العقرب في انفتاح اليوم تجاهكم، انفتاح من ناحيه الحظ، من ناحيه الفرص، من ناحيه الوقت، الناس من حولكم، الناس قادرة تساعدكم، حابة تكون إلى جانبكم، تسهيلات حلوة، فيكون جو رومانسي بيسمح بتقريب وجهة النظر، القرب بينكم وبين الآخرين، يعني أنه أصحابكم، الناس بتعتقدوا أنه أخصام لإلكم، تلاقوا أنه اليوم بالفعل منهم أخصام وأنه أنتم كنتوا أخذين عنهم فكرة سلبية. بالنسبة لبرج القوس، مواليد برج القوس، حتى ولو حسيتوا أنكم متضايقين، كأنكم مقيدين أو مسجونين، قاعدين بشي حبس بشي هيدا، أو قاعدين بالبيت أو بالشغل، كبروا عقلكم، الأجواء منا هيك، أنتم وصلتوا لفترة زمنية حلوة، الشمس الموجودة ببرج الأسد رح بتكافئكم ورح تقدم لكم مجال لتغيير صغير تدخلوه بحياتكم أو تغيير كبير، فالوقت صار أفضل لكم. صاركم شهرين تعبانين، هلأ بلشت، فينا نقول أنه شوي شوي الأمور رح بتصير أفضل. بالنسبة لبرج الجدي، مواليد برج الجدي، التعاون مع حالكم مع الناس سهل جدا اليوم، بسبب الفلكسبيليتي، المرونة اللي عندكم إياها اللي بتتميزوا فيها اليوم، المرونة في التفكير، في لقاء الآخرين، في التعاون مع آخرين، في تبادل الأفكار، في تبادل المصالح، في تبادل الخبرات بالشغل، بالدرس، بكل التنويع اللي عندكم إياه، أنا بعتبره اليوم إيجابي جدا. وكلكم فيكم تكونوا محظوظين اليوم، خاصة 27-28 ديسمبر. كمل مع برج الدلو، مواليد برج الدلو، المسائل المالية بدكم تنتبهوا لها، لأنه الشخص اللي عم بتفاوضوه يمكن يكون شوي قوي، يمكن يكون أقوى منكم، أو يمكن يكون أذكى منكم، أو يمكن يكون عنده خبرة أكثر منكم، فانتبهوا، فكروا، وحاولوا إنه ما توصلوا إلى مرحلة عدائية مع الشخص الفلان أو مع أي جهة تانية، بشو ما كان، يمكن حتى أخواتكم، يمكن حتى رفقاتكم، فطولوا بالكم اليوم مواليد برج الدلو عندما تتفاوضون أو بتحكوا مع شخص، حتى ولو بكلام عادي مع أصحابكم، بس فكروا شوي لحتى ما تخسروا فكرة عنكم. أوكي؟ الأكثر حظا فيكون 17-18 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت، موالي برج الحوت، مع وجود القمر ببرجكم بيرتاحوا موالي برج الحوت، مر عليكم يومين ما كانوا سهلين، فاليوم هي فترة انفراج، انقشاع، تقدم، ارتياح، وهنالك نوع من تغيير جو، بتغيروا جو، بتفرحوا، بتفرفحوا، وبتتسهل الكثير من الأمور. وجود القمر ببرجكم بيعطيكم ضوء أخضر لتغيروا. مر عليكم 30 يوم تقريبا كانوا حلوين، لا بأس بهم، لا بأس بها هالأيام اللي قطعت، لكن هلأ وصلتوا إلى مرحلة حان وقت أو حان الوقت لتغيروا، لتاخدوا قرار، وهالقرار يمكن يكون مهم بهاليومين ونص، يلي بعتبر أنه الأكثر حظا فيكون مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، بقول له مولود اليوم هيدي سنة بتتدبر فيها الأمور على ذوقكم، هيدي سنة بتتدبر فيها الأمور بالطريقة اللي أنتم بدكم، هيدي السنة بدكم تشتغلوا على أسس قانونية واضحة جدا، مش بطريقة عشوائية، لحتى كل شيء يكون ظابط من الأول، حتى لو أنتم صغار للكبار، شو ما كنتوا بتعملوا بدكم تنتبهوا على هذه الأمور. المرونة في التعاطي مع كل شخص بهذه السنة رح بيكون الهدف الأول. آب، أغسطس، أيلول، سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر وأيار، مايو من أهم الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.